نجوم التاسعة زي ما حضراتكم كنا بنتكلم خلال الأسابيع الماضية إنه إحنا بنتكلم على أكبر وأهم وأعمق مسابقة لاكتشاف المواهب في مصر. طيب المواهب دي في أي مجالات؟ الشعر موهبة، أهلا وسهلا، عايزين نسمع بجد مش هزار. الغنى عايزين نسمع غنى بجد، غنى حلو. القصة القصيرة، طيب قلنا يا جماعة احنا بالمناسبة هنفضل كده بنستقبل الفيديوهات بتاعت حضراتكم او البي دي افز بتاعت حضراتكم. قلنا لكم يا جماعة مثلا في الغنى فيبقى مدته بالكتير دقيقتين، اما القصة القصيرة فيبقى بي دي اف وهكذا. فحضراتكم احنا مستنيينكم لحد يوم 15/7، لحد يوم ايه 15/7. طيب ما تيجوا مع بعض انا وحضراتكم وغيرنا نشوف بعض النماذج للمواهب اللي بعتت لنا. بالمناسبة احنا اتبعت لنا عدد كبير جدا من المواهب. ليه؟ هي مصر طول الوقت كده مليانة ناس تكتب احلى شعر، ومليانة ناس تقول احلى غنى واجمل قوالة، ومليانة ناس تكتب اجمل قصص قصيرة تعبر عن لحظات وتعبر عن لمحات وما الى ذلك، بتعدي على الناس العادية اللي زي حالاتي في حياتنا نولا نلتفت ليها الى ان يلتفت ليها اديب في يوم من الايام. هو النهاردة يبقى موهبة في القصة القصيرة، بكرة ممكن يبقى زي الدكتور يوسف ادريس الله يرحمه على سبيل المثال. تعالوا نشوف مع بعض كده نماذج لبعض المواهب الكتير جدا اللي جات لنا ونتابعها مع بعض لعلكم تفهموا احنا قصدنا ايه اكتر واكتر. لازلنا زي ما بقول لكم منتظرين انكم تبعتوا لنا لحد يوم 15. الباب هيتقفل يوم 15/7، يعني الساعة 12 بالليل يوم 14 بقى، صح كده ولا ايه؟ يبقى ده كده بخ، كل سنة واحنا طيبين. هنبدأ بعد كده بقى عمليات ايه؟ الفرز والفلترة والتنقيح إلى آخره. تعالوا مع بعض نشوف شوية. ليه يا هشام وياك يا جميل إن بحت السر تسونه مكتوب عليا حب وميل وحبيبي وحشان عيون يا ترى يرضيك من بعد ما جيتك اخدك نصير وسند ليا تخلف رجائي فيك انا يلي حبيتك من كتر ما تحبك هي شايلني في وقت الناس مش بتشيل الكل ساب وانت يا صاحبي انتبه الكل كان بيجرح فيا وانت تداوي في جرحي وتخيط ابصم لك يا صاحبي وبالعشرة لو لفيت الدنيا مش هلاقي زيك لسوم عشرة لا اخشى عليكم فقرا ابدا من بعدي لكني أخشى عليكم من تيه الدنيا من لزم صلاتي فلن يشعر حقا بعدي بنساء الأمة أوصيكم دوما خيرا